بس خليني اقول لك، النهارده توفى واحد من اجمل ومن اروع فنانين مصر، بالمعنى الحرفي، واحد من اجمل ومن اروع فنانين مصر. الجيل بتاعي ما ينساهوش، يعني شريك رئيسي وركيزة حقيقية وعمود يعني شديد الأساسية في واحد من أشهر مسلسلات الكوميدية في مصر، ميزو. أستاذ سامي فهمي الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، توفى. الله يرحمه. راجل كان من أجمل الفنانين، من أكثرهم إبداعاً، من أكثرهم قدرة على رسم البسمات على الوجوه، ولم يقتصر فنه على الكوميديا. وإن كنت من الناس اللي بتشوف دايماً الكوميديا، واشترك جداً مع أستاذ طارق الشناوي كاتبنا في ذلك، أن الكوميديا واحدة من أقوى أشكال الفن والتمثيل، لأنه القدرة أن أنا أضحكك من قلبك دون إسفاف دي حاجة في منتهى الصعوبة. معانا على التليفون الفنانة الكبيرة، فنانتنا الكبيرة ونجمتنا الكبيرة أستاذة عايدة فهمي. أقول لك يعني إحنا قلبنا معاكي ونعزي أنفسنا يا فندم. شكرا يا أستاذ يوسف. بقاء لله في تاني أخويا فنان مصر القديم اللي حضراتكم دايما بتفكرونا بيه، حضرتك والإعلام والميديا كلها بتفكرنا بيه دايما، وأشكركم على التعزية. وثاني ابن مصر. صحيح. اللي عاش في أمريكا لكنه ما انفصلش عن مصر لحظة واحدة، لحظة واحدة طوال 35 سنة تقريبا. صحيح صحيح صحيح، بالرغم أنه هو بعد عن مصر يعني بالحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن فعلا لم يبتعد عن هذا الوطن. ومش احنا الحقيقة بصراحة اللي بنفكر، لكن فنه هو اللي بيخلينا طول الوقت بنجري ورا سيرته، بنجري ورا سيرته الحسنة طبعا، بنجري ورا أعماله، بنتكلم عنه، بنفكر فيه، وده هيبقى ما دامت الحياة باقية. يعني شوف، هو هم زمان كانوا مخلصين قوي في أعمالهم وفي شغلهم، عشان كده الأعمال دي بتفضل باقية في وجداننا يعني. صحيح صحيح صحيح. يعني أنا أعزيكي مرة تانية، ويمكن أقول لك إنه مصر كلها ممكن تكون بتعزيكي دلوقتي في نفس اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها، والبقية في حياتك يا أستاذ عايد. أشكرك يا أستاذ يوسف، ألف ألف شكر، وشكرا لكل حد، شكرا للبرنامج والفريق البرنامج، ألف ألف شكر. إحنا اللي بنشكرك إنك اديت لنا وقت الحقيقة في ظل ظرف بيبقى شديد الألم والحزن، ألف ألف شكر ليكي ونعزيكي مرة تانية من قلوبنا.